تماشيا مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، عقد مؤتمر حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية والجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة أعضاء من السلطة القضائية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتناول المؤتمر على مدار يومين عدة محاور في مجال العدالة الجنائية. جلسات متعددة، محاور متنوعة طرحت اليوم في مؤتمر حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية والجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية. قدم المتحدثون فيها عددا من المواضيع المهمة والحيوية في مجال العدالة الجنائية. هذا المؤتمر، مؤتمر حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية بالذات، ونتكلم على الآليات الوطنية كخطوة من قبل النيابة العامة وتحديدا من وحدة التحقيقات الخاصة، لبيان ما قامت به مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، بالذات في موضوع مسائلة رجال الأمن في مزاعم التعذيب إن وجدت. وجدنا احنا فكرة كانت جدا ممتازة من خلال تعاون كثير من الجهات في البحرين، خرجت وحدة التحقيقات الخاصة، وأيضا أنشأت في وزارة الداخلية وفي الأمن الوطني أيضا أجهزة مساندة لهذا الجهاز من خلال مفتشية في الأمن الوطني أو الأمان العام للتظلمات في وزارة الداخلية. كل هذه تنصب في موضوع حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية. وجود هذه الوحدة في البحرين تنظم مؤتمر عن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان موضوع مهم للغاية. إن الأمن والاستقرار والعدالة هم أساس التنمية، فبدون وجود إحدى هذه العناصر صعب جدا نتكلم عن تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، تنمية بيئية، فهم دول الأساس. البحرين قطعت أشواط كثيرة في موائمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة التي وقعت عليها البحرين. أوراق عمل ونقاشات متعددة بيّن المتحدثون فيها التزام مملكة البحرين التام بتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان وجهودها المستمرة لإرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته وتطوير منظومة العدالة الجنائية. يهتم ورشة العمل التي تقيمها وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة تسليط الضوء على الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. وهناك 4 ورش عمل تتكلم عن مختلف الجوانب المتعلقة بالعدالة الجنائية، منها الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وأيضا آليات حماية حقوق المتهمين والمحكومين، وأيضا جهود الآليات المشابهة لهذه الآلية، وأيضا مناقشة الحقوق والضمانات القانونية في منظومة العدالة الجنائية الموجودة في مملكة البحرين. البحرين اليوم الحمد لله رائدة في المجال التشريعي وفي المجال المؤسسي، عندنا مؤسسات لله الحمد فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. احنا اليوم موجودين في هذا الاجتماع الطيب على أساس ان احنا نعزز العلاقة التكاملية بين الأجهزة، ونحاول ان احنا نطلع على افضل الممارسات الدولية لنصل الى اعلى درجات الكفاءة بالنسبة لأعضاء منتسبي هذه المؤسسات الوطنية وفقا للبروتوكولات الدولية. إلى ذلك يتناول المؤتمر على مدار يومين محاور عدة تتلخص في الجهود الدولية والوطنية المبذولة لحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية ودور الآليات الوطنية الحديثة، بالإضافة إلى خصوصية التعامل مع جرائم التعذيب وإساءة المعاملة. يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار التزام السلطة القضائية والمؤسسات المعنية بتنفيذ رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزيز القدرات الوطنية في منظومة العدالة الجنائية. خولة الجرينيز، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.